هاي جايز، اولا. يوم في ميك اب لوك لعيد راس السنه، خلينا نبلش. حطيت الكونسيلر والفاونديشن، هلا حثبت وجهي بهيدي الباودر من الكيكو باليت اسمها تشارمي اسكيب فيس باليت. هلا من زيت الباليت حبستعمل هيدا البرونزر وحطه على خدودي. هلا عم حط من زيت الكونتور شيد على الدقن لنشيل شوي من الكالوريز اللي اكلناهم بالعيد. بهيدي الباليت من ماكس فاكتور اسمها نيود باليت ورقمها 3، حاعمل لوك للعينين بسطيب سوبر توب. حبلش بهيدا اللون وحطه على كسرة العين. هلا باصبعي رح باخذ هيدا اللون لميع ورح احطه على الجفن المتحرك من الميل البراني. كمان باصبعي حبستعمل اخر لون من الباليت وحطه حد اول لون حطيته. وللميل الجوانيه رح بستعمل هيدا اللون. للزاوية جوا من عيني رح باخد على برش هيدا اللون اللي كتير حلو. بهيدا البرش المدورة والصغيرة رح باخد أول لون مات استعملته من الباليت، رح بعمل فيه دمج للخط الواضح اللي على كسرة العين. على ريشة مشطوبة حأخذ اللونين الغامقين اللي استعملتهم من فوق وحطهم على خط الرموش من تحت. رح ارجع للبرش واخذ لون فاتح وفيه لمعة ورح احطه بزاوية العين وكمان نقزة منه تحت الحاجب. زيت اللون اخذته على برش بس مبللة كرمال يطلع اللون اقوى ورح احطه على اول خط الرموش من تحت. رح كمل خط الرمش التحتاني وحبستعمل كحل من بوبا اسمه مالتي بلاي اي بنسل، رح احطه بقلب عيني من جوا وعلى خط الرموش بس صوب 3 ارباع، وبالريش المشطوبة رح بعمل دمج للكحل. It's new year واللوك ما بيكمل بلا جلتر، لهيدا السبب حبستعمل هيدا الجلتر من Urban Decay اسمه هيفي ميتال. For a full glam look حطيت رموش وهلا حبنتقل للشفاف. حبستعمل هيدا الليب لاينر من مايبلين اسمه Color Sensation الليب لاينر ورقمه 62. Three!